وبعد توجيهات محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب لمتابعة احتياجات قضائي الطوز وأمرلي، أكد مدير بلدية الطوز انطلاق عدة مشاريع جديدة من تخصيصات الأمن الغذائي وإعادة إعمار المدن المحررة. وفي ذات السياق أوضح مدير تربية المحافظة الدكتور نوف العباس قرب المباشرة بمشاريع تربوية بالقضائين للنهوض بالواقع التربوي ودعم الطلبة وتوفير احتياجاتهم الضرورية بمختلف المراحل الدراسية. حسب توجيهات السيد رئيس دولة رئيس الوزراء طبعا وبجهود السيد محافظ صلاح الدين والسادة النواب، تم إحالة 6 مشاريع من الأمن الغذائي الطارئ وكذلك 18 مشروع من الاستقرار، وأنجز قسم منها والباقي في طور الإنجاز. طبعا احنا بدورنا أهالي الطوز نشكر السيد محافظ صلاح الدين وكذلك بجهود قائم مقام الطوز، هذه المشاريع وفرت خدمة للمواطنين وسوف ينجز تبليط المناطق أكثر من 80%، ونأمل بها الخير إن شاء الله وما يقصر سيادة المحافظ. ووعدنا أيضا بآليات تخصصية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تلبية لدعوة السيد المحافظ المحترم لزيارة قضائي طوز وأمرلي والاطلاع على الواقع الخدمي فيما يخص المباني الهندسية التابعة لمديرية التربية صلاح الدين، تم زيارتنا برفقة السيد المحافظ والاطلاع على واقع الحال. بصراحة قضاء طوز وأمرلي تحتاج منا الكثير كإدارة مديرية، تحتاج إلى صيانة المباني وكذلك تحتاج إلى تهيئة المستلزمات الدراسية من كتب وترميمات إلى آخره. وعدنا السيد المحافظ المحترم بتقديم كافة التسهيلات ومتابعة كافة الإجراءات لتقديم الخدمات التربوية لهاتين القضاء إن شاء الله. تم افتتاح 3 مدارس حاليا والأهالي متوافدين عليه لكن بشكل قليل جدا، نحتاج إلى الكثير، نحتاج إلى إعادة تأهيل البنايات والبنايات المدرسية، تحتاج إلى تهيئة القرطاسية والكتب المدرسية ليكون دافع لعودة النازحين إن شاء الله، أهلها النازحين إن شاء الله.